سلام عليكم. اهلا وسهلا. زي ما شايف البيت مليان كراكيب، كنا عايزين نشيل حاجات ملهاش لازمه. ايه ثواني بس، كنت بلعب بلي يا زمان، امي كانت زحله عليهم الله يرحمها، حاجه من ريحتها. كل قرار من قمصان حياتي احب احتفظ بالحاجات دي. كل ايس كريم كلته في المعموره من سنه 98 تقريبا، كل تذكره مترو ركبتها في مترو السيدات. هو ايه اللي ليه؟ ما البيت مليان يا عم اهو. كتبي امشي ارجوك. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. بذمتك دي مش مهمة؟ أنا مش فاهم إيه المشكلة؟ ليه الناس متضايقة إن إحنا بنحب نحتفظ بالحاجة؟ إيه المشكلة لما أحتفظ بتذاكر المترو؟ ليه تذاكر المترو مش مهمة؟ ليه عصيان الآيس كريم مش مهمة؟ ليه علب الجزم الفاضية مش مهمة؟ لا مهمة بالنسبة لي، أنا بحب أحتفظ بيها، ولو أنت بتحب تحتفظ بيها، أنت بتحب تحتفظ بيها، إيه المشكلة؟ لازم نمبريس ده والعالم كله يعرف، وده يا حبيبي مش عشان أنت فيك مشكلة، مش عشان أنت بتعمل الكلام ده باختيارك، ده ممكن يكون مرض، أنت عيان، أنت شكلك عيان، أنت فعلاً شكلك عيان، ومحتاج تروح تكشف، لو حد قالك على حاجة كده قول له معلش أنا عيان، أنا مريض يا أخي. وخاصة لو اللي بيقولك ده بيحتفظ بالاكياس تحت السرير، محتفظ ببرطمانات الدنيا كلها، محتفظ بفواتير الكهرباء من 96، في ايه؟ في ايه يا ماما؟ بالاخص يعني انتوا تقعدوا تحتفظوا بالحاجات دي وما احنا نحتفظ؟ هزقونا؟ احمدوا ربنا، امال لو كنا زي الاخوان كليه؟ طبعا حضرتك ما تعرفيش، خلينا افتح الحلقه بيها بقى بالقصه. اجيلك دلوقتي، جيب الخياره بتاعتي وجاي. عمر ولانجلي كانوا اخين امريكيين عاشوا في امريكا في النص الاولاني في القرن العشرين. عيلتهم كانت عيله مرتاحه، هارلم نيويورك، منطقه حاليا مشهوره بالفقر، لكن زمان كانت منطقه للاغنياء، وهم كانوا اغنياء. كانوا ساكنين في بيت كبير 4 ادوار، وبالرغم من والدتهم ماتت سنه 1923 وقبلها ابوهم، الا ان هم كانوا شغالين وكانوا عايشين حياه زي الفل. بس يحصل الانهيار الاقتصادي سنه 1929، والاغنياء اللي كانوا ساكنين في هارلم يفلسوا ويمشوا، وتوافد على المنطقه عشرات الالاف من الفقراء اللي احتلوا المكان حرفيا، وده اللي خلى الاخوين كولير يبداوا يقلقوا ويقفلوا عن نفسهم لغايه لما انعزلوا تماما عن العالم، لدرجه انهم بطلوا يدفعوا فواتير الكهرباء والميه، وكانوا شغالين على لمبه كيروسين وبيملوا ميه من حنفيه عموميه كده جنبهم يملوها ويرجعوا بيها، يعني كانوا مخبيين ومستخبيين العالم بره مع نفسه، احنا عايشين في بيتنا لوحدينا مالناش دعوه بحد، لدرجه الناس ابتدت تستغرب وتقلق، وابتدى يطلع اشاعات واضح ان البيت ده مدكن في مثلا مليون دولار ولا حاجه. طبعا زمان مليون دولار دول كان حاجه، ما زالوا حاجه دلوقتي، بس يعني زمان كانوا حاجه كبيره اكبر من كده. وبدات محاولات من بعض الناس انهم يدخلوا البيت، عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل جوه، ايه الناس غريبه الاطوار اللي جوه دي، شكلهم مش تمام، شكلهم مخبي حاجه، لدرجه ان ازاز شبابيكهم اتكسر اكتر من 200 مره، وده اللي خلى الاخوين يقفلوها تماما بالمتاريس، وابتدى لانجلي يعمل افخاخ بحيث ان اللي يخش يتقفش ويموت. المهم العلاقه بين الاخين كانت حميمه جدا، علاقه اخوه حقيقيه. لما هومر مثلا اصاب بالعمل كامل وجاله شلل كامل في جسمه، اخوه لانجلي قرر يعالجه بنفسه في البيت لانه كان خايف من الدكاتره، فابتدى جمع الكتب الطبيه لمساعدتهم. ومش بس كده، بما ان عمر فقد بصره كده هيفوتوا قرايه الجرايد اللي هو بيحبها، فيبتدي لانجلي يجمع لاخوه الجرايد اللي بتنزل كل يوم عشان اخوه يقراها لما يرجع له بصره. علاقه اخوه جميله لدرجه ان كان بيطلع من البيت نص الليل متخفي عشان يجيب له الميه والاكل، وتمر سنين طويله على العلاقه الاخويه الجميله دي اللي نادرا ما بنشوفها، لحد سنه 1947 الجيران يشموا ريحه صعبه جدا طالعه من بيت الاخين ويستدعوا البوليس. طبعا الاف اتزحمت حوالين المنطقه عشان يشوفوا ايه اللي جوه البيت الغريب ده اللي يمتد ل 1000 متر 4 ادوار. المهم البوليس والمطافي يبتدوا في عمليه الدخول، وفوجئوا دخول البيت كان صعب لانهم اكتشفوا ان ورا الشبابيك وفي ال4 ادوار كراكيب مهوله، في كم من الكراكيب رهيب، شبابيك مقفوله كراكيب مهوله شعراء، وبين الكراكيب دي في طرق وانفاق كانها مغاره. وبعد بحث مكثف لقوا جثه هومر الاخ الكفيف والمشلول قاعد على الكرسي، وتشخص سبب الوفاه انه مات من الجوع، بس لانجلي ما كانش موجود. عملوا اعلانات في الجرايد في محاوله للبحث عن الراجل ده مش لاقيينه، والبوليس شغال يدور في البيت مستمر في عمليه شيل الكراكيب. وبعد 3 اسابيع لقوا جثه لانجلي قرب المكان اللي اخوه فيه ميت تحت الكراكيب، وكان واضح انه كان بيجيب اكل لاخوه هومر ومن غير ما ياخد باله وقع في فخ من الافخخه اللي كان عاملها فمات، فالاكل ما وصلش لاخوه فاخوه مات من الجوع. قال له بقى لهم 3 اسابيع بيدوروا ومش لاقيين الراجل في البيت بتاعه. الفكره ان لانجلي كان بيحتفظ بكم حاجات غير عادي، وزن الكراكيب اللي كانت في البيت تقريبا 130 طن، الطن ده كبير جدا. لما جم يدوروا في البيت لقوا 14 بيانو، تماثيل، لوح، عشرات الالاف من الكتب والمجلات، كور بولينج، كراسي اطفال، وحاجات تانيه لا تخطر على بال حد. لانجلي كان بيجمع كل حاجه في البيت سواء كان محتاجها او مش محتاجها، لدرجه ان الاخين دول اللي كانوا عايشين في بيت 4 ادوار 1000 متر كانوا هما الاثنين عايشين في 9 متر بس، غير كده كله كراكيب. القصه دي مش بس قصه اخين بيحبوا بعض
وانعزلوا عن العالم في بيتهم الأربع أدوار اللي موجود في مدينة هارلم في نيويورك. ولكن الحقيقة هي قصة حالة غريبة، حالة لانجلي كوليا الكومبالسيف هوردينج أو التكديس القهري. كان يحب يكدس، يحب يحتفظ بالحاجة سواء هيحتاجها أو مش هيحتاجها. الحالة دي صحابها بيواجهوا صعوبة شديدة في إنه يتخلص من أي حاجة. حاجة دي ممكن بقى تبقى قيمة غير قيمة على الإطلاق، ولو حصل إنه تخلص من أي حاجة من الحاجات دي بيجيله حالة قلق وألم وندم شديد. ممكن تكون حاجة ملهاش أي قيمة بس متضايق متنرفز متوتر. دكتور راندي فروست بيكلمنا في كتابه Stuff A Compulsive History of Things إن الجزء النفسي في مرض التكديس القهري كان مرتبط لحد سنة 2013 بالوسواس القهري كأحد أعراضه يعني، بس بعدها تم إدراجه كمرض منفصل في الدليل الشخصي للأمراض النفسية. طب ما هو مرض معتبر، والناس اللي عندها الحالة دي بتكدس حاجات مذهلة، وفي حالات مسجلة على الكلام ده. في ناس بتكدس حيوانات، متخيل يفضل يجمع حيوانات عنده في البيت وريته حتى عارف يأكلهم ولا يشربهم، وبيبقى متصور إن هم تمام. وفي ناس بتجمع كتب. سنة 1990 ستيفن بلومبرج قبض عليه بتهمة سرقة 23,000 كتاب سعرهم أكتر من 5 مليون دولار. كانت أكبر سرقة كتب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سرقهم مش عشان يبيعهم، عشان يكدسهم يحتفظ بيهم. نوع من أنواع التكديس القهري اسمه بيبليومانيا. ممكن تبقى حاجات تانية كتير فيها رشاد ظهر، كان زاد فاضية، واكتشفنا بعد كده إن مش بس أشياء ملموسة وممسوكة، هناك ما يسمى بالديجيتال هوردينج. ما اعتبرش مرض قوي بس حالة مهمة. دول بيحتفظوا بإيميلات، تابز، بوك ماركس من غير ما يغلوا أي حاجة. الفكرة كمان إن في الديجيتال هوردينج تقريبا المساحة مش محدودة، يعني الأخين أي نعم كانوا عايشين في 1000 متر، لكن خلاص 1000 متر ده الليمت. هما مستعدين إن هما يعيشوا في 9 متر بس ويسيبوا بقية 1000 متر يملوا فيه حاجات. لكن في الديجيتال هوردينج أنت ممكن تفضل تسيب على الفيسبوك من غير ما يبقى فيه أي مساحة خالص، فتفضل تحتفظ بقى. المساحة ما شاء الله بتتضاعف خلال السنين. ففي فعلا حاجات كتير تتكدس. في برضو تكديس الحياة الزوجية. الإخوة المتزوجين يحبوا يكدسوا زوجاتهم، يحتفظوا بزوجات الجديدة والزوجات القديمة. مش ده نوع من أنواع التكديس؟ لازم المرات تفهم الحاجات دي. ممكن يكون مرض يا يحب يحتفظ بالإكس بتاعته، يحتفظ بيها يكدسها. إيه المشكلة؟ مرض. هنقول المرض ندعي له بقى بالشفاء، لكن ما ناخدش قرارات ضده، راجل مريض. ولو أنت فاكر المرض ده نادر، بحب أقول لك لا يا حبيبي، في أمريكا بس 5% من المواطنين عندهم حالة تكديس قهري. تكديس اللي هو فعلا بيتأذى نفسيا لما يرمي كتاب، حتى لو كان الكتاب ده عنده مثلا نسختين ثلاثة منه. فحالة صعبة جدا صراحة. الموضوع شيق جدا، وكان نفسي أعرف أكتر زمان هل كان في هذه الحالات، ولا هذه الحالات نتيجة للمجتمع الاستهلاك اللي احنا عايشين فيه، المجتمع اللي يحب الشوبينج والشراء ويحب يحتفظ ويخزن الحاجة، ولا ده كان حاجة طبيعية جدا. أصل فكر فيها، كان لازم مخنا يبقى متبرمج إنه يحتفظ باللي معاه عشان يمكن ما يلاقيهوش بكرة. وده ممكن يكون بيفسر مثلا ليه بناكل أكل تفاصيل، ما احنا مش جعانين بس احنا مش ضامنين إنه يفضل موجود، ما يجيش حد تاني يقوم بالواجب. هقوم ناخد دلوقتي حالا نحتفظ بيه في كرشنا. واضح إن عقلية رجل الكهف ما زالت ماشية في كتير مننا لحد هذه اللحظة، لأنه رجل الكهف هو ماشي في الغابات ما كانش ضامن انه اللي هيلاقيه النهارده هيفضل موجود لحد بكره، فليه ما نخلوش معانا؟ يمكن نحتاجه. بس انا حد احب احتفظ زي رجل الكهف، انا زي اجدادي احب احتفظ. وده مرض، خلاص عرفنا ان هو مرض، فانتوا مش عاجبكم عالجوني بس. وزي ما قلت كل واحد يحب يكدس، فانا شخصيا ليا الكومبالسيف هوردنج بتاعي. في ناس بقى تكدس الكتب، في ناس تكدس الحيوانات، انا احب اكدس المشاهدين. فلو سمحت انزل اشترك في القناه، احب برضو اكدس المشاهدات. فلو سمحت شوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات الجايه، وانزل بص بس على المصادر دي. يعني لو انت بتحب تكديس اللينكات احتفظ بيهم يا عم، مش قادر اكدس اكتر منهم، انا خلاص همشي.